دلوقتي على الدرس التاني، الطيارة والورقية. الطيارة الورقية نسيت. شوفوا هما بقى يسمعوا الطيارة الورقية. يلا أمل بتقول هيا نصنع طيارة يا عامر، فكرة جميلة يا أمل. أحضرت أمل الورق، ورق أزرق أي حاجة، أخضر أحضر، عامر مقص والخيوط. عامر يلصق الورق، أمل تربط الطيارة بخيط طويل، هو لازم خيط طويل عشان يمسكه صح. الطيارة تطير وتطير. أتمنى يكون عجبكم، اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامة.